من جهتها عربت عائلة العباد عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصرف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ودعمها لسياسة جلالته التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق أمال وتطلعات شعب البحرين الوفي